على بالنادي مش هتعملوا كده. ايه ده؟ سيد مسلح؟ ايه اللي جابك هنا يا اه؟ واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي. كلك نظر يا حمادة. قوم. انا عندي سيوله قدام ولين عصام وضحكني واضح. يا باشا ده انا واخد ساعة من العربية ولا مسرع العربية كلها تعمل ايه فيه؟ يا باشا! يا باشا انا هموت يا باشا! يا باشا! اللي بيحصل ده مش رجولة على فكرة، وكده الواد هيموت في ايديكم. اكسب يا بطل معلقك مكان. طلعوه. ولا يا تجيب من الاخر وتقول لي مين اللي بعتك تدور ورايا يا اما اخرتك هتبقى في البرميل ده. يا باشا والله العظيم لو عندي كلام تاني كنت ريحت نفسك وريحتني وريحت ال... انا بموت. نزلوا ابن الكلب ده. يا باشا والنبي والنبي يا رجاله والنبي يا رجاله. تلجاني على روحك. فاهم يا روح امك؟ فاهم؟ فارس لو لسه عايش رد علي. عايش يا ابن الفارية. بص في ايه ورايا؟ اكسر كوبايه وفك نفسك. انا عرفت ان الواد ده مفيش حد وراه وانه كمان اول مره يعملها عشان محتاج فلوس لعمليه واحده قريبته حاجه كده زي الافلام القديمه. انا اتاكدت من كل ده بنفسي يا سليم بيه. وتليفونك اللي عليه الرسائل والايميلات اهو. الواد ده ما لقاش الا عربيتي انا ويسرقها من ضغطه الاسود. بس انا تحرياتي بتقول ان الواد ده طول عمره ماشي جنب الحيط وملوش في العوام. بس برضه ما نقملوش. شوف يا باشا انا عملت اللي عليا والواد عندكم نعمله في اللي انتوا عايزينه. بس عن نفسي بقول لك ان مفيش حد وراه. سلام. ايه ده انت مش هتتعشى معانا؟ لا انا عندي عزومه. سلام. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا والصح ان احنا نخلص منه لانه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجه. بس مش عاوز حد يحس بحاجه. مصيبة.
اسمك يا ده احنا من نزلة استماليا شوية نسوان. اسمك يا عم اطلع يا سيد. سيد اثبت يا يدا انتوا شويه دلالين منفوخه على الفاضي يا اثبت يا الشاب الكيوت ياكل بالشلول. تمام يا فارس شفتك يا انت هوا راحوا فين؟ واحد جالي كده واحد جالي كده يا ريس. انتوا الاثنين من هنا وانتوا من هنا وانت تعالى ورا. عايز افرق من هنا اشيل ايدي ومش هتصوتي. بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت. يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه. انا عايز اروح. ها هتعمل اللي انا هقول لك عليه ولا زعلك؟ نعم يا روح امك منك له هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ انتوا رجاله انتوا؟ سليم باشا اطمن احنا مأمنين الفيلا بره وجوه. هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحتك كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ودار ما دخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص. رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. كانش ينعزى كبير بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه مش هتندم. تعالى اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هاخده بيك ليه؟ انا محتاج واحد زيك. هو لو موظف واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالتي يعمل فيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى دعيالك. فضمي ما شافتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو هتتعبوا نفسكم وتضربوني؟ انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان. فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كذاب. ده انت تبقى اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه يمشوا. ارمي السلاح وحمار منك روح وامشوا. خلوش حد من الرجال يهاوب ناحيه الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ انا لو عاوز اخلص عليك هخلص عليك في ثانيه. وانت عارف كده كويس. يا
العوافية زينهم. العوافين يا زوزة اللي ما فيش زيك اتنين. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك ايه؟ ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزة؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا ما خلاص، رجله جات وبقى تبع الكبانية. الله 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 الله، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياة. سلاحي سعادتك. سلاح اللي هو بيموت بني ادمين؟ أنا ماليش في السكة دي خالص يا باشا. كويس إنك بتختار سكة لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس إنك بتختار غلط.